لماذا يقولون إن الحب أعمى؟ قيل إنه كان في قديم الزمان وقبل أن يكون على وجه الأرض إنسان، كانت المشاعر تطوف العالم وتشعر بالملل الشديد. وذات يوم اقترح الإبداع لعبة وأسماها الغماية. وافق الجميع على الفكرة وصاح الجنون: أنا من سيبدأ العد وأنتم ابدأوا بالاختباء. ثم اتكأ على جذع شجرة وبدأ بالعد. بدأت جميع المشاعر بالاختفاء، ذهبت الرقة إلى سطح القمر، والكذب صاح بصوت عال: أنا سأختبئ وراء الصخرة. فذهب واختبأ بقاع البحيرة. وصل الجنون بتعداده إلى 60. كانت قد أتمت جميع المشاعر اختفاءها ما عدا الحب. وكان هذا غير مفاجئ بالنسبة للجميع، فهم يعلمون كم صعب إخفاء. وعندما وصل الجنون بتعداده إلى 90، قفز الحب في شجرة ورد صغيرة. انتهى الجنون من العد وبدأ بالبحث. أول من انكشف هو الكسل، لأنه لم يبذل جهدا في إخفاء نفسه. وخرج الكذب مقطوع النفس من البحيرة وأشار للرقة أن تأتي من سطح القمر، ووجد الصراحة قد تعثرت في مشيها، وأقبلت السعادة مشرقة المحية، وجاء الأمل من خلف الغيوم، وتقدم الحنين بأناقته وعطره الأخاذ. وجد الجنون كل المشاعر إلا الحب، وكاد يصاب الجنون بالإحباط واليأس في بحثه عن الحب. فانزعج الحسد من الحب وهمس في أذن الجنون: إن الحب مختبئ في شجرة الورد الصغيرة. فأتى الجنون بعصا خشبية أشبه بالرمح، وبدأ بطعن شجرة الورد بشكل طائش، ولم يتوقف إلا عندما سمع صوت بكاء يمزق القلوب. فظهر الحب وهو يحجب عينيه بيديه، والدم يقطر من بين أصابعه. فصاح الجنون: يا إلهي، ماذا فعلت؟ كيف لي أن أصلح غلطتي؟ فقال الحب: بعدما أصبحت أعمى، هناك شيء واحد يمكنك فعله لأجلي، كن دليلي. ومنذ ذلك الوقت أصبح الحب أعمى يقوده الجنون.